شوط الاهداف الملغاه، الاهلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا 1-0 بهدف من راسيه ياسر ابراهيم. سيناريو البدايه اللي احنا كنا بنتمناه من فتره. مش هتكلم اكتر من كده، هنروح لفاصل وبعدين نشوف اللي حصل الشوط الاولاني مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا احسن بدايه في الماتشات الاخيره للنادي الاهلي، وكمان زاد عليها طرد عامر، ولكن في الشوط الاول وقف لنا حكم المباراه بالمرصاد في هدف من وجهه نظري انا صحيح 100%. مبروك الشوط الاولاني ومبروك الهدف. والى اين الفار والحكام؟ طب يعيدولنا الجول تاني، يعيدولنا انه مسك الكره بايده، احنا لا شفنا مسك الكره بايده، وقفوها لنا بس لا وما رجعوهاش تاني. يعني هم عرضوها لنفسهم جوه وخدوا القرار. احنا بنتكلم على جول قفشه، سيبك من الكلام ده كله يا ايمن. احنا لازم نستفيد من الاحداث اللي بتحصل في الشوط الاولاني لصالحنا باكتر حاجه، باكثر قوه للعيبه في وسط الملعب. يعني انا لازم ما يبقاش عندي اي تهديدات، لازم عندي تحكم في نص الملعب اكتر من كده. عندك فرصه رهيبه قوي، رامي ربيعه بره وينزل اليو دانك وتلعب 3-4-3، ايه اللي هيجرى؟ لو التفكير ده موجود اهلا بيه. انت عشان تستغل النقص العددي الفريق السنه دي، النقص العددي امسك نص ملعبي كويس جدا، اعمل سبورت للمهاجمين اكتر من كده. حسين الشحات ما يبقاش عليه كلام بقى لا يبقى الاقي 3-4 بيخشوا جوه ال 18. ده لو في تفكير نقدر نروح للسكه دي، بدل ما الاقي نفسي بجيب بواليا على حساب ديفندر، انا عايز نص ملعبي يبقى جاي. وبعد كده عندك حريه التغييرات كلها اللي ممكن تحصل، يعني عندك كذا سيناريو دلوقتي يقدر يخليك تخلص المباراه من اول 5 دقائق 10 دقائق في الشوط الثاني. فاتمنى ان احنا يكون عندنا تحرك سريع وتفكير جديد. ليه؟ ان احنا نمسك نص الملعب ده ما يبقاش معانا اي تهديدات، اي رد فعل، بيلعبوا 10 وبحس ان هم عندنا موجودين. كابتن علاء، تقييم سريع للشوط الاول، وازاي مستر موسيماني يستغل النقص العددي الشوط الثاني سيراميكا كليوباترا؟ انت بدات شوط ممتاز، ما فيش اي مقاومه خالص فريق سيراميكا، زي ما اتفقنا كلنا فريق سيراميكا فريق يعني حتى قبل الطرد ياما انت مستحوذ على الملعب كله، ناحيه جماعيه وناحيه فرديه، وبتروح له بتهدد عامر، واطراف موجوده وكل يعني كل حاجه موجوده من بدايه المباراه. انت شكل بدايتك النهارده شكلك كويس، شكلك عايز تنهي بسرعه، عشان كده هدف بسرعه وهدف الثاني بتكلم عن فيليب كابتن ناصر. لكن انت مستحوذ على الملعب كله، حته الطرد كمان جت زياده، يعني انت مستحوذ على الكوره، جت حته الطرد دي كمان استحواذك زاد جدا. لكن الوقت كل تفكيرك انك تجيب هدف ثاني، هدف ثاني وثالث، فرصه على فكره، هدف ثاني وثالث ورابع كمان. لان يعني مع احترامي كان فريق سيراميكا بتلعب فريق مش موجود، يعني اقل فريق قابل النادي الاهلي في 4 مرات سابقه هو الفريق ده، حتى ما مش بيدافع. يعني الفرقه اللي قبل كده كانت بتدافع او بتحاول، مفيش حراسه شويه، لا الفريق ده مستسلم تماما. يعني انا مش شايف ولا شكل فريق سيراميكا، ولا شايف يعني طريقه لعب، ولا حتى بدنيا قادرين، بدنيا مش موجودين. يعني كنت بتناقشني بتقول الفتره اللي فاتت، لا الفتره اللي فاتت الشوط الاول بيقول ان الفتره اللي فاتت فتره سلبيه على فريق سيراميكا. طيب كابتن عادل، بعد النقص العددي لفريق سيراميكا الشوط الاولاني هم عملوا مجهود شويه، طب انما الشوط الثاني هل هيقعوا بدنيا؟ بص، هو معتمد علينا احنا، او انت لو وسعت الملعب بلغه الكوره لازم تلعب باطراف ويبقوا رجليهم على الجير زي ما بيتقال، طرف يمين وطرف شمال على الخط خالص، وتوسع اللعب عشان يبقى عندهم كم جري اكتر يقعوا منك بدنيا. لكن في الوقت الحالي لو انت لعبت من الوسط هتلاقيهم بيعملوا الزوم بتاعهم مش هيجروا كتير، لكن انت عايز تجريهم كتير، عشان تجريهم كتير لازم يبقى انت في مساحات في الملعب ونقل كره كويسه ايجابيه على قدام. الحاجه الثانيه انت مش محتاج حد من ورا، يعني انت ممكن تلعب 3 فلات، وممكن تلعب 4 في وسط الملعب، وممكن تلعب 3 فراوده. 3 فراوده بمعنى طرف يمين قوي، طرف شمال قوي، راس حربه، هتوقف 4 عندهم، هم عندهم نقص عددي، هينزل احمد ياسر في نص الملعب عشان يعمل الزياده تاني، علشان انت زودت 1 من الـ4 وهم عندهم 2 في وسط الملعب، فانت هتزيد عليهم 2 لعيبه لو لعبت ب 3-4-3. وانا افتكر انه موسيماني لازم يعمل كده. يعني كابتن بلال 3-4-3، كابتن عادل بيقول لازم توسع الملعب واشتغل على الاطراف علشان ما تدخلش سيراميكا معاك وتجهدهم بدنيا اكتر ما هم. طبعا الشوط الثاني هيبقى فيه فوارق كبيره جدا لصالح النادي الاهلي، خصوصا ان نادي سيراميكا كليوباترا بيلعب 10،
ولكن هل مستر موسيماني ممكن يفكر تفكير تاني وينزل مثلا بواليا جنب شريف؟ هو ده التفكير الامثل من وجهه نظر الشخصيه. انت عايز تسجل هدف التاني، تسجل هدف التاني ازاي؟ انت دلوقتي اصبح فرقه سيراميكا كليوباترا اصبحت بتلعب يعني زون تقريبا في ال 18، ما بتخرجش منه، بيحاولوا يبقى في زياده عدديه او كثره عدديه داخل ال 18. فانت النهارده بتشتغل ازاي وسايب لك نص ملعب وسايب لك الاطراف فاضيه، فانت بتشتغل معظم الوقت كروسات بس مش لاقي الزياده العدديه الحقيقيه اللي تقدر تسجل اهداف. يعني مجدي قفشه موجود في ال 18 كانه مش موجود، يعني ما بيوجدش حته ان هو يلعب دماغه بشكل كويس. تمام، محتاج راس حربه ثاني يلعب جنب محمد شريف عشان يبقى الاثنين يعني عندهم المقدره ان هم يلعبوا يشتغلوا في الكرات العرضيه بشكل جيد. بواليا بيلعب بدماغه بشكل كويس جدا جدا، يقدر يسجل، لعيب عنده جامب كويس، بيعرف يطلع كويس قوي، بيعرف يعني عنده سمات السمات بتاعه لعيب راس الحربه رقم 9 الجيد، يعني ممكن تستغل الشوط الثاني بشكل كويس. ثاني حاجه التصويبات من بره ال 18 مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في الوقت الحالي، لان زي ما قلت لك كابتن ايمن هم خلاص بقوا متكتلين في ال 18، بيسيبوك تشتغل على الطرف، وحارس المرمى واضح انه يعني مخضوض شويه، يعني هو يعني بيلعب قدام النادي الاهلي في تغيير، نزل عمل كام كره جيده، ولكن برضه هو شكله يعني ما خدش ماتشات كتير، يعني ما بيلعبش كتير، فعشان كده ممكن يكون متوتر شويه. فانت محتاج حاجتين، محتاج انك تشتغل في ال 18 باكتر عدد ممكن من اللعيبه اللي بتجيد اللعب في الكرات العاليه، وتاني حاجه محتاج التصويبات من خارج ال 18 والمتابعه بتاعتها زي ما حصل في الجول اللي اتلغى باذن الله اللي جابه رامي ربيع. يعني دي الحاجتين، والحاجه الثالثه محتاج ان المخرج بس يبطل يعني هو مركز على يعني واضح ان هدوم كابتن لبس كابتن هيثم عجباه قوي، فكل خمس دقائق عموما كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة، أرجوكم انتظرونا.